الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء. إثيوبيون بينهم جنود يفرون للسودان بسبب الصراع في إقليم تيغراي، والاتحاد الإفريقي يدعو لوقف القتال. مباحثات فرنسية نمساوية قبيل قمة أوروبية مخصصة لمناقشة مواجهة الإرهاب. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. مرحبا بكم، وبدأت هذه النشرة مع زميلتي فيروز مكي. لك فيروز. شكرا لك دعاء، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير كافة عوامل النجاح للمشروع خاصة الدراسات الفنية وجدارة الإدارة لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب لوك لويس رئيس مجلس إدارة شركة دامي البلجيكية لأعمال التكريك وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كل من السيد لوك لويس رئيس مجلس إدارة شركة ديمي البلجيكية لأعمال التكريك وعدد من كبار المسؤولين بالشركة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة ديمي في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير كافة عوامل النجاح للمشروع خاصة الدراسات الفنية وجدارة الإدارة لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع. وقد شهد الاجتماع استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من كافة الجوانب، والذي تم صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلا عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى التباحث حول التعاون مع شركة ديمي لإقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وذلك لتعظيم استخدامها إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية واستغلالا للبنية التحتية المتقدمة التي باتت تمتلكها مصر في مجال توليد الطاقة بوجه عام، وفي مقدمتها المحطة الأكبر في العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان في أسوان، وكذلك محطات توليد الكهرباء منطقة الرياح في البحر الأحمر. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها في قطاع السياحة. أكد مدبولي على حرص الدولة على تقديم الدعم المستمر لقطاع السياحة باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، وأشار إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في ضوء مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لا سيما نتيجة لما يمر به العالم في ظل أزمة جائحة كورونا. كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة، والذي سيكون حدثا فريدا تترقبه أنظار العالم.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود نقص بأدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا. هذا وأشار المركز إلى أن هيئة الدواء المصرية أكدت توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا بكافة محافظات الجمهورية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة للتنبؤ المبكر بنواقص الأدوية. وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنه تم ضخ في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي كميات كبيرة من الأدوية، مشيرة إلى أنه تم استحداث نظام للرصد والمتابعة لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية. أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن المعامل المركزية التابعة للوزارة معتمدة دوليا لإجراء تحاليل فيروس كورونا. وخلال مؤتمر صحفي أشارت زايد إلى أن هذه المعامل تعد المرجعية للدولة في إجراء كل أنواع التحاليل. أضافت وزيرة الصحة أنه تم التوسع في إنشاء المعامل المركزية كاشفة عن وجود ما يقرب من 60 معملا في مختلف المحافظات. المعمل المركزية في مصر مش بس مسؤولة عن التحاليل الطبية، لكنها كمان مسؤولة عن تحاليل المخدرات وتحاليل البيئة سواء كان الأغذية أو المياه أو خلافه. المعمل المركزية لها فروع في كل أنحاء الجمهورية وفي كل المواني البرية والبحرية والجوية، وكمان المعامل المركزية بتستوعب أي زيادات مستقبلية. زادت المعامل المركزية في عشان تستجيب للكوفيد 19 وتوسعت من معمل، دلوقتي قرب 60 معمل في مصر كلها استجابت للزيادات أو للسياحة والمناطق السياحية، وعملت أماكن في المطارات في جنوب سيناء والبحر الأحمر. تحاليل معتمدة دوليا، هو يمكن ظهر مع وجود الكورونا لأن احنا أول معمل في مصر والشرق الأوسط ناخد اعتماد في الكوفيد 19 بالبي سي آر والأجسام المضادة. مش بس البي سي آر أخدناه، لا ده احنا خدنا الأجسام المضادة اللي هي معيار جديد دلوقتي عشان نقدر نعمل مسح، نشوف مين اتعرض وما جالوش أعراض ومين عنده أجسام المضادة اللي تحميه لو في أي موجة تانية جت. أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية عوض تاج الدين لإكسترا نيوز أن مصر تتواصل مع الهيئات العالمية للحصول على حصة مناسبة من لقاح كورونا، مشيرا إلى أن مصر سيكون لها حصة مؤكدة من هذه اللقاحات. مصر هيبقى لها حصة مؤكدة من هذه اللقاحات عند إنتاجها تجاريا، إنما التواصل العلمي والتواصل السياسي والتواصل الطبي مع كل المنتجين من ناحية، ومع المؤسسة العالمية التي تنظم وترتب وتتابع، على تواصل كامل مع هذه المؤسسات، خصوصا المؤسسة العالمية جافي اللي هي أصلا مؤسسة عالمية معتمدة عالميا. وفي وقت من الأوقات سيادة الرئيس كان حضر فيديو كونفرنس بدعوة من رئيس وزراء بريطانيا لمناقشة قضية اللقاحات. فالمؤسسة دي هي اللي بيجي لها الداتا العلمية أو المعلومات العلمية الدقيقة عن هذه اللقاحات. احنا متابعين لحظة بلحظة من أول ما أعلن في تجارب إكلينيكية تحتوي إنتاج لقاح، واحنا متابعين معاهم. وعملنا معاهم فيديو كونفرنس في مع جافي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا أرسلوا خطابات، وعندنا اعتماد أو تأكيد على أن مصر ليها حصة من هذه اللقاحات عندما تعتمد شاتك. وافقت وزيرة التخطيط هالة سعيد على تمويل وصلات الصرف الصحي المنزلية في قرى مبادرة حياة كريمة بقيمة تصل إلى نحو نصف مليار جنيه. وقالت سعيد إنه تم توجيه دفعة أولى من الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الوصلات بنحو 50 مليون جنيه. أكدت أن وصلات الصرف يستفيد منها نصف مليون مواطن في 56 قرية خلال العام المالي الجاري. كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الموافقة تأتي في إطار حرص الحكومة
على تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تخفيف العبء عن المواطنين في تحمل تكلفة هذه الوصلات، خاصة في ضوء التداعيات السلبية لفيروس كورونا. نعت وزارة الخارجية الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي وافته المنية اليوم، وقال بيان للوزارة إن القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره فقد مناضلا ثابتا لا يتزعزع أثناء عمره في الدفاع مخلصا عن القضية الفلسطينية بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية، ساعيا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية على مر العقود. توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر ناهز 65 عاما. نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات معلنا الحداد بتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام. كما نعى كل من الأزهر الشريف وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدبلوماسي صائب عريقات والذي قضى عمره في خدمة القضية الفلسطينية. دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد إلى وقف فوري للأعمال الحربية في تيجراي بإثيوبيا، ودعا فكي على حسابه على تويتر أطراف الأزمة إلى الحوار لإيجاد حل سلمي بما فيه مصلحة إثيوبيا، مضيفا أن الاتحاد الأفريقي مستعد للمساعدة على حل هذه الأزمة. فر العديد من الإثيوبيين بينهم جنود بالجيش من الصراع المتصاعد في إقليم تيجراي المضطرب إلى السودان، وذكرت وسائل الإعلام أن أسرا إثيوبية بجانب 30 من أفراد الجيش الإثيوبي عبروا الحدود بأسلحتهم إلى منطقة حدودية شمال شرق ولاية القضارف. كانت الحكومة المحلية في ولاية القضارف قد قررت يوم الخميس الماضي إغلاق حدودها مع منطقة تيجراي وأمهرة في إثيوبيا، وذلك إلى حين إشعار آخر بعد تصاعد الصراع الذي تسبب في مقتل المئات. قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أنه لا يرفض الدعوات الدولية للهدوء وسط تصاعد الصراع في إقليم تيجراي المضطرب، بعدما عبر كثيرون عن قلقهم من انزلاق البلاد لحرب أهلية. وأضافت المتحدثة أن أبي أحمد أقر وعبر عن امتنانه للمخاوف التي أبداها الأصدقاء، مشيرة إلى إثيوبيا دولة ذات سيادة وستتخذ حكومتها قرارات لصالح البلاد وشعبها على المدى الطويل.
سيطر الجيش الإثيوبي على المطار في مدينة حميرة وسط صراع اندلع منذ نحو الأسبوع في منطقة تيجراي بشمال البلاد. وذكر تلفزيون فانا الرسمي أن قوة الدفاع الوطني الإثيوبية سيطرت على مطار حميرة بالكامل في ظل استمرار رد الحكومة العسكرية على جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي. تقع حميرة في أقصى شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع السودان وإثيوبيا. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلاد. وأضاف الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء أن العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة له، لأن البلاد بحاجة فعلية للاستثمار وتوفير فرص العمل والإعمار. قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تطبيق الإغلاق العام بدءا من 14 من نوفمبر وحتى 30 من نوفمبر باستثناء المطار، وذلك لحد من تفشي فيروس كورونا. وفي كلمته أمام المجلس حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون من خطورة الأوضاع المترتبة عن تفشي فيروس كورونا، كما شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتواء كورونا وتخفيف تداعياته لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت الدكتور تحسين محفوظ استشاري الأمراض الجرثومية والمعدية. دكتور تحسين، بعد التحية، يعني على أي أساس حددت هذه المدة تحديدا من 14 من نوفمبر وحتى 30، وهل هي قابلة للتجديد؟ طبعا هذه المدة الإغلاق معروفة من أحد الوسائل الناجعة تخفيف من وطأة هذا الوباء. طبعا الوباء في لبنان بشكل كبير وزاد تعداد الوفيات، كما ان الطواقم الطبيه قد اصيبت ايضا في هذا الوباء، ما ادى الى نقص في الجهوديه العامه لمتابعه او مرضى، وهذا يؤدي طبعا الى فشل عام في في لبنان. من هنا اتت القرار بالاغلاق العام الذي سيخفف من اعداد المصابين ويعطي مجالا لاغراضكم الطبيه والمستشفيات لمتابعه المرضى. نعم. ويعني هذه هي الفتره المبدئيه، ومن الممكن ان يكون هناك لها تجديد. طبعا هنا هذه ال 14 يوم لتجربه مجاعه الاغلاق، فاذا تبين ان الاغلاق سيؤدي الى انخفاض جيد في الاعداد يمكن ان يتابعوا الى اسبوع اخر او اسبوعين اخرين، يعني ذلك يؤدي الى انخفاض جيد جدا في اعداد المستوطنين اليوميين. نعم، طيب هذا الإغلاق مستثنى منه المطار، إذا هناك يعني من يجيء ومن يذهب من لبنان، تأثير ذلك؟ طبيعا بالنسبه للمطار تبين في دول العالم كلها ان المطار بشكل عام والطيران ليس بالخطوره التي كانت سابقا، تبين لنا ان السفر بشكل عام لا تنقل المرض، هي تطلب المرض من التسوق مثلا. اليس ان المرضى القادمين في المطار سببا اساسيا في انتشار المرض مثل الأسكار. نعم، دكتور تحسين محفوظ استشاري الامراض الجرثوميه والمعديه، شكرا جزيلا لك، وعذرا على ان الصوت لم يكن جيد بالشكل الكافي، شكرا لك. تتواصل عمليات التصويت في الانتخابات البرلمانيه بالاردن وسط اجراءات احترازيه بسبب انتشار فيروس كورونا، ويتنافس في الانتخابات 1693 مرشح مترشحا ومترشحه ضمن 294 قائمه انتخابيه على 130 مقعدا موزعه على 23 دائره انتخابيه في مختلف مناطق الاردن.
نفذت القوات البحرية المصرية والبحرينية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك إحدى الأنشطة الصواريخ من طراز سليمان عزت مع سفينة المملكة البحرينية، وذلك عقب انتهاء زيارة ناجحة للسفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية. شمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة، ومنها التدريب على مجابهات التهديدات الغير نمطية بواسطة الأنشطة السريعة المعادية. كما قام الجانبان بتدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة وتدريبات مواصلات وتصوير، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ المهام العملياتية بكفاءة واحترافية عالية. تعد زيارة السفينة البحرينية لقاعدة الإسكندرية البحرية وتنفيذ التدريب العابر في أول إبحار للسفينة بعد استلامها من البحرية الملكية البريطانية وخلال رحلة عودتها لدولة البحرين دلالة واضحة على عمق وتميز العلاقات الثنائية المصرية البحرينية المشتركة. المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن التهديد الذي يشكله الإرهاب يؤثر على أوروبا كلها، مشيرا إلى ضرورة التحرك بكل شدة ضد التهديدات الإرهابية ومن يقف وراءها. وصل المستشار النمساوي إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقالت مصادر في المستشارية النمساوية إنه بعد اجتماع عمل ماكرون وسيباستيان في قصر الإليزي سيتم التباحث عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل حول الرد الأوروبي على الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا والنمسا وألمانيا. بدأت في مدريد محاكمة ثلاثة رجال متهمين بمساعدة الخلية الإرهابية المسؤولة عن الاعتداءين اللذين أوقعا 16 قتيلا عام 2017 في برشلونة ومدينة أخرى في كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا. بدأت المحاكمة في سان فرناندو دي إيناريس وسط رقابة أمنية مشددة من الشرطة على أن تستمر حتى 16 من ديسمبر المقبل. واستهدفت هجمات 17 و18 من أغسطس 2017 والتي تبناها تنظيم داعش وأوقعت 140 جريح منطقة شهيرة بوسط برشلونة، حيث دهس المهاجم بشاحنة صغيرة المارة ومنتجع كامبريلز على مسافة 100 كيلومتر إلى الجنوب. قالت تقارير أمريكية إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات خلال أسبوع تستهدف عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية. وأشارت التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تعكف منذ شهور على التجهيز للعقوبات ضد إيران وخاصة الأفراد والكيانات الذين أسهموا في التصدي لاحتجاجات التي اندلعت في طهران وعدة مدن إيرانية أخرى. أكد الجيش الأرمني بأن العمليات القتالية النشطة على خط المواجهة بأكمله قد توقفت، وذلك عقب اتفاق سلام مع أذربيجان المجاورة. كتب المتحدث باسم الجيش الأرمني أن نشر قوة حفظ السلام الروسية في المنطقة مستمرة، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أنها بدأت في إرسال قوات قوامها نحو 2000 جندي لحفظ السلام في كاراباغ وفق اتفاق السلام الموقع مع أرمينيا وأذربيجان. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم كاراباخ دخل حيز التنفيذ. وأوضح بوتين أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في كاراباخ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا ومنطقة ناغورنو كاراباخ. هذا وأشار بوتين إلى أن الاتفاق يتضمن أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع
وعودة النازحين إلى كارباخ برعاية المفوض الأممي للشؤون اللاجئين، مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيسمح بتسوية النزاع على أساس عادل بما يخدم مصالح الشعبين الآذري والأرميني. قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن توقيعه على الاتفاق المبرم مع أذربيجان حول إقليم كارباخ جاء عقب نفاذ موارد جيش بلاده. أضاف باشينيان أن قيادات الجيش الأرميني أكدت له وجوب توقف المعارك، وأوضح أنه إلى جانب قلة الموارد العسكرية فإن أعداد المحاربين على الجبهة تراجعت مع عدم وجود جنود احتياط يتم استبدالهم بهم. استعادت الشرطة الأرمينية السيطرة على مقري الحكومة والبرلمان في يريفان بعدما اقتحمهما متظاهرون ليلا تعبيرا عن غضبهم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ. وفي أماكن أخرى من العاصمة بدا الوضع طبيعيا نسبيا، لكن محتجين دعوا إلى تظاهرات جديدة للتنديد باتفاق وقف إطلاق النار والذي أعلنه رئيس الوزراء نيكول باشينيان أمس. أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيل مجلس استشاري انتقالي لمواجهة فيروس كورونا، وخلال كلمة له تعهد بايدن بأن يكون رئيسا لكل الأمريكيين بصرف النظر عن الانتماء الحزبي أو السياسي، داعيا إلى وضع الخلافات جانبا. أكدت في الحملة بأنني سأكون رئيسا لكل الأمريكيين. هذه الانتخابات قد انتهت، لقد حان الوقت لأن نضع الحزبية وراءنا والخطابات التي صممت لشيطنة أحدنا للآخر. علينا أن ننهي تسييس الاستجابة للطوارئ الصحية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. علينا أن نتحد حتى نعالج هذه الأزمة كدولة واحدة مع العمال الأمريكيين كلهم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين كريستوفر ميلر وزيرا جديدا للدفاع خلفا لمارك أسبر. وفي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال ترامب أن ميلر، والذي عمل سابقا مديرا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، سوف يقوم بمهام وزير الدفاع بأثر فوري، موجها الشكر لمارك أسبر على خدماته خلال الفترة الماضية. رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لإصدار أمر بمنع مسؤولي ولاية بنسلفانيا من التصديق على فوز جو بايدن بها. وقالت حملة ترامب إن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية. هذا وقد فوض وزير العدل الأمريكي ويليام بار ممثلي الإدعاء للاتحاديين بفتح تحقيقات في المزاعم الجوهرية في مخالفات التصويت وجدولة الأصوات، ولحثهم في الوقت نفسه على عدم الاكتراث بالمزاعم الخيالية أو بعيدة الاحتمال. قال السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ إنه لا يعترف بجو بايدن رئيسا ولا بكاميلا هاريس نائبة له. وأكد ماكونيل أن ترامب من حقه النظر في مخالفات الانتخابات وتقييم خياراته، مشيرا إلى أنه يؤيد خوض معركة قانونية لإثبات التزوير. وتأتي تلك التصريحات بعد وقت قصير من دعوة 30 عضوا جمهوريا سابقا في الكونغرس الأمريكي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لقبول نتائج الانتخابات والتوقف عما وصفوها بمزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 50.74 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1,260,738 حالة. تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالة الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا والذين يتلقون العلاج في المستشفيات الأمريكية 59,000، وتشير الأرقام التي أحصتها وكالة رويترز إلى ارتفاع عدد الأمريكيين المصابين بكورونا في المستشفيات بواقع 73% خلال 30 يوما الماضية. تؤكد هذه الأعداد وضع الولايات المتحدة باعتبارها البلد الأكثر تضررا من الجائحة على مستوى العالم. قال مسؤولون ومصادر إن فيروس كورونا وصل الانتشار بين كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أصاب وزير الإسكان بان كارسون وهو أيضا المستشار المسؤول عن قيادة حملة الطعون القانونية في خسارة ترامب للانتخابات الرئاسية. قال مسؤول في وزارة الإسكان إن الوزير معنوياته جيدة ويشعر أنه محظوظ لحصوله على الأدوية الفعالة التي تساعد على شفائه بشكل سريع. أعلنت شركة فايزر الأمريكية للأدوية أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وأكدت الشركة في بيان لها أن هذه خطوة أولى لكنها حاسمة لتقديم لقاح آمن وفعال، مشيرة إلى أنها مستمرة في جمع المزيد من بيانات السلامة قبل السماح بترخيصه. تتوقع شركة فايزر إنتاج نحو 1,300,000,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا، في حين أشادت منظمة الصحة العالمية بنتائج اختبارات اللقاح كما تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بتوفيره بالمجان. بعد طول انتظار زفت شركة فايزر الأمريكية الخبر السار مع إعلانها أن لقاحها التجريبي ضد فيروس كورونا يوفر حماية بنسبة 90%. الإعلان يأتي عقب ظهور النتائج الأولية للمرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل الحصول على ترخيص للقاح الذي طورته فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية. وتوقعت الشركتان توفير 50,000,000 جرعة من اللقاح في 2020 وصولا إلى 1,300,000,000 جرعة في 2021. وعلى الفور أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أنه يرى مؤشر أمل في إعلان الشركتين الأمريكية والألمانية، محذرا من أن المعركة لا تزال طويلة. سنتواصل مع الولايات وغيرها حتى نقدم لهم كل الموارد ونحمي أيضا الأشخاص الذين هم معرضون للخطر، وطبعا كل الأمريكيين معرضون للخطر، وأيضا سنواجه أيضا الحالة الاقتصادية لأن هذا الوباء يضرب الأسيويين والسود والأمريكيين من أصول هندية، وطبعا هذه المجتمعات هي التي نركز عليها. ولكن في نهاية المطاف سأفعل كل ما في وسعي حتى نحتوي هذا الوباء وحتى يعود أطفالنا إلى المدارس بأمان وتنمو شركاتنا واقتصادنا يتعافى وبقوة، وأيضا حتى يتم توزيع اللقاح لأكبر عدد من الأمريكيين بأسرع وقت ومجانا. كما اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانوم أن إعلان الشركتين هو نبأ مشجع، وأضاف أن العالم يشهد ابتكارا وتعاونا علميا غير مسبوق لإنهاء تفشي الوباء. وتشدد منظمة الصحة العالمية على أن العالم بحاجة إلى عدة لقاحات آمنة وفعالة ورخيصة لوقف انتشار الفيروس، حيث أنشأت المنظمة آلية لتسريع تطوير وإنتاج معدات تشخيص وعلاجات ولقاحات ضد كوفيد-19 وضمان الحصول عليها في شكل عادل على المستوى العالمي. وبدوره أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يقترب من اتفاقية مع شركة فايزر لشراء 300,000,000 جرعة لقاح.
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن هيئة الصحة في بلاده تلقت توجيهات بالاستعداد لتوزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد اعتبارا من بداية ديسمبر المقبل. وصف هانكوك التطور بأنه خبر واعد، لكنه لم يوضح اسم اللقاح، مؤكدا أن عملية التوزيع لن تتم إلا بعد التأكد التام من سلامته السريرية. كما اعتبر الوزير البريطاني أن توزيع اللقاح هو خطوة واحدة فقط من بين العديد من الخطوات المطلوبة لمواجهة كورونا، داعيا إلى الالتزام بإجراءات مواجهة الفيروس. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جائحة كورونا وجهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي ودفعته إلى الركود. وكذا بوتين خلال اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون فعالية جميع اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا. أشار بوتين إلى أنه سيتم قريبا في روسيا تسجيل اللقاح الثالث ضد فيروس كورونا المستجد. سجلت روسيا نحو 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وزاد عدد الوفيات بواقع 368 حالة خلال اليوم الماضي مقابل 254 حالة في الإحصائية السابقة، وذلك حسب ما أفاد مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي. سجلت كوريا الجنوبية 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا بسبب سلسلة من حالات العدوى الجماعية، مما دفع السلطات الصحية إلى النظر في رفع مستوى تدابير التباعد الاجتماعي. تبنت كوريا الجنوبية والتي طبقت خطة للتباعد الاجتماعي من ثلاثة مستويات منذ المرحلة المبكرة من تفشي الجائحة المستوى واحد من التباعد الاجتماعي، وهو أدنى مستوى في خطة منقحة من خمسة مستويات. قال أطباء نفسيون إن كثيرين من الناجين من فيروس كورونا أكثر عرضة على الأرجح للإصابة بأمراض نفسية، بعدما خلصت دراسة موسعة إلى أن 20% من المصابين جرى تشخيص إصابتهم باضطراب نفسي في غضون 90 يوما، وكان القلق والاكتئاب والأرق أكثر شيوعا بين مرضى كورونا المتعافين والذين أصيبوا بمشاكل نفسية في الدراسة. وجد الباحثون أيضا مخاطر أعلى بشكل ملحوظ للإصابة بالخرف. قررت السلطات البرازيلية تعليق التجارب السريرية على اللقاح الصيني بعد ظهور أعراض عكسية وخطيرة. كانت الحكومة البرازيلية قد وافقت على شراء 46 مليون عينة من اللقاح الصيني والبدء في برنامج التطعيم بداية من العام المقبل. تعد البرازيل من أكثر البلاد تضررا من جراء الفيروس، حيث سجلت نحو 5.3 مليون إصابة لتصبح الثالثة في إجمالي الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند. والآن إلى أخبار الاقتصاد. بحث رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع مع وكيل وزارة البحرية الأمريكية على رأس وفد أمريكي رفيع المستوى سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وشمل اللقاء التباحث حول سبل دعم التعاون المشترك والوقوف على مستجدات أعمال التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي. هذا وأكد رئيس الهيئة على عمق العلاقات المصرية الأمريكية على المستويين الشعبي والدبلوماسي، وهو ما يفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات. شاركت وزيرة التجارة نيفين جامع في فعالية اجتماع وزراء تجارة دول الاتحاد من أجل المتوسط، وأكدت جامع في كلمتها والتي ألقاها نيابة عنها طارق شلبي مساعد الوزيرة لشؤون التجارة الخارجية حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول شمال وجنوب المتوسط، كما أشارت إلى أهمية تنشيط التجارة بين دول المتوسط والتركيز على إنشاء روابط تجارية ومنصات افتراضية لضمان انسياب حركة التجارة البينية.
بحث وزير الإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي مع ميهاو وبيندا سفير بولندا بالقاهرة والوفد المرافق له سبل التعاون في التصنيع الحربي والمدني بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها في بولندا. هذا وأكد وزير الإنتاج الحربي أن التعاون مع الشركات البولندية يعد فرصة هامة للشركات التابعة للاستفادة من خبرة الشركات البولندية المتطورة لنقل تكنولوجيا التصنيع إليها، ووجه الدعوة إلى تبادل الزيارات والوفود من المهندسين والفنيين في الشركات بين الطرفين لتحديد المجالات المشتركة التي يمكن التعاون من خلالها. وافق وزير التموين علي المصلحي على تجديد عقود منافذ مشروع جمعياته التابعة للوزارة لمدة 5 سنوات أخرى. أكد المصلحي أن الموافقة على التجديد تأتي في إطار سياسة الدولة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم وزارة التموين لمشروعات الشباب، ومن أهمها مشروع جمعياته ومشروع السيارات المتنقلة، حيث حقق مشروع جمعياته نجاحا كبيرا خلال السنوات السابقة من خلال مساهمته في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتوفير وإتاحة السلع التموينية والحرة للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة. بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائية سبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة. وأكد شعراوي اهتمام الوزارة بالمحافظات الأقل حظاً تنمويا وتسعى لتحقيق العدالة بين المحافظات في فرص التنمية، لافتا إلى الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال من خلال تطوير التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتبسيط الإجراءات بمراكز خدمة المواطنين بالمحافظات. أعلن وزير الإسكان عاصم الجزائر الإعفاء من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة لمدة شهر. أوضح وزير الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت منح تيسيرات لمدة شهر تبدأ من تاريخ الإعلان للإعفاء من سداد غرامات الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها، وأيضا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة. بلغت قيمة ما تم استثماره لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء نحو 1,100,000,000 جنيه خلال العام المالي الماضي. وأكد وزير الكهرباء محمد شاكر الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، مشددا على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق. أكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر أن مشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة وتلقى كامل الدعم والرعاية من وزير المالية محمد مايط تستهدف تقديم الخدمات الضريبية بأعلى درجة من الدقة والكفاءة والسهولة. وخلال مشاركته في ندوة لاتحاد الصناعات بالتعاون مع المصلحة بعنوان المنظومة الإلكترونية للضرائب المصرية، لفت عبد القادر إلى الحرص على تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة نشر الوعي الضريبي بكافة المستجدات التي تطرأ على المنظومة الضريبية. ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إذ انخفض عدد العاملين بأكبر وتيرة في عقد من الزمان. وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أن معدل البطالة سجل 4.8%، وهو مستوى أعلى بنحو 9% عن فترة المقارنة من العام الماضي، كما أنه أعلى بنسبة 7% عن مستويات الربع السابق. تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملة اليوم وسط متابعة آخر تطورات جائحة كورونا، إذ أنه بالرغم من استمرار زيادة عدد الإصابات الجديدة فإن الشركات المطورة للقاح تعلن عن تطورات إيجابية.
صعدت العقود الأجلة للخام الأمريكي نايمكس بنسبة 0.88% لتصل إلى 40 دولار و74 سنت للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنحو 1% عند مستوى 42 دولار و88 سنت للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بعدما سجلت أكبر تراجع يومي منذ 2013 أمس الاثنين بفعل الأنباء الإيجابية حول لقاح فايزر لفيروس كورونا، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.5% لتسجل 1881 دولارا للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 21% عند مستوى 1884 دولارا للأوقية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعدما سجلت مكاسب بنحو 4% بالأمس بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح فايزر وبيونتك لفيروس كورونا. صعد مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.2%، كما صعد كاك الفرنسي بنسبة 0.3%، وزاد فوتسي البريطاني بنحو 0.2%، بينما تراجع داكس الألماني بقيمة 0.55%. ارتفع مؤشر البورصة اليابانية لأعلى مستوى له في نحو ثلاثة عقود، إذ قفزت أسهم الشركات والتي عصفت بها جائحة كورونا في قطاعات الطيران وتشغيل السكك الحديدية ومتاجر التجزئة بفعل أنباء عن إحراز تقدم في تطورات متعلقة بلقاح كورونا. وارتفع المؤشر نيكي 26% وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنحو 1.12%. والآن مع أخبار الرياضة. تصل مساء اليوم ميار شريف بطلة مصر في التنس إلى القاهرة قادمة من أمريكا بعدما نجحت بتتويج بطولة تشارلستون دولية للتنس في إنجاز تاريخي جديد للتنس المصري. عقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية والتي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأولمبي في الفترة ما بين 12 وحتى 17 من نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية. وعلى جانب آخر، يواصل المنتخب الأولمبي معسكره المغلق استعدادا للمباراتين، وذلك بعد أن حسم شوقي غريب المدير الفني القائمة النهائية للمنتخب. يواصل المنتخب الوطني معسكره التدريبي للتحضير لمباراتي منتخب توغو ذهبا وإيابا يومي 14 و17 ضمن منافسة الجولتين 3 و4 للتصفية المؤهلة لنهاية كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. وصل كل من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجي إلى القاهرة بعد ختام مشاركتهما في منافسات الدوري الإنجليزي. يواجه منتخب السنغال نظيره غينيا بيساو الأربعاء في الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا والتي ستقام في الكاميرون في عام 2021. يتصدر منتخب السنغال جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد غينيا بيساو في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. ويبحث منتخب السنغال عن الفوز لمواصلة التربع على صدارة المجموعة والاقتراب من نهائيات الكاف. استهل منتخب الأرجنتين استعداداته لمواجهة باراغواي يوم الخميس في الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.
شهدت التدريبات حضور ليونيل ميسي والذي كان من بين أوائل اللاعبين الذين وصلوا إلى البلاد، وسهلت الأرجنتين مشوارها بالانتصار على الإكوادور بهدف نظيف، بعدها فازت على بوليفيا بهدفين لهدف. أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أن الموسم الجديد من الدوري سيتضمن 72 مباراة فقط، وسينطلق في 22 من ديسمبر المقبل. ذكرت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والرابطة الوطنية للاعبي كرة السلة أنهما توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن بعض التعديلات في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يخضع الاتفاق للتصويت من جانب مسؤولي الفرق المنافسة. والآن مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الأربعاء طقس لطيف في النهار وبارد في الليل، وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة. وصلنا لختام النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتابع تنفيذ المخطط الشامل لتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء. إثيوبيون بينهم جنود يفرون للسودان بسبب الصراع في إقليم تيغراي، والاتحاد الأفريقي يدعو لوقف القتال. مباحثات فرنسية نمساوية قبيل قمة أوروبية مخصصة لمناقشة مواجهة الإرهاب. في الختام نحيط عن مسابة المشاهدين بأن تردد أكسترا نيوز اتش دي هو 12303، معدل الترمي 27500، ومعامل استقطاب أفقي. الشكر موصول من زميلتي في الاستوديو دعاء جد الحق، ومني أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.